من الجريدة ومنها نقرأ قحط الحكومة وافقت على تغيير العملة. كشف القيادي باللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله عن موافقة رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك على مقترحه الخاص بتغيير العملة. وقال خلف الله للجريدة قوى الحرية والتغيير متمسكة بتغيير العملة بغض النظر عن تكلفته لأنه ضروري للإصلاح الاقتصادي والاستقرار السياسي والأمني. وشدد على أنه بدون تغيير العملة لن يتحقق مناخ إيجابي لتحقيق إصلاحيات اقتصادية، لجهة أن أكثر من 90% من عرض النقود موجودة خارج النظام المصرفي أو مكتنز لدى قوى النظام البائد، مما يؤكد أهمية إصدار عملة جديدة. هل تأخرت الحكومة في تغيير العملة برأيك أستاذ طاهر المعتصم؟ نعم، بعض الشيء كان يفترض أنه منذ أغسطس الماضي قدمت العديد من الاقتراحات، لكن لم تجد الموافقة. تغيير العملة بيمثل واحدة من الإجراءات المهمة، لكن خلينا نقول إنه تغيير العملة فقط لا يعني صلاح الاقتصاد. في حزمة بتاعت إجراءات اقتصادية يجب أن يكون من بينها تغيير العملة. شنو الحزمة دي المفروض تكون؟ يعني حزمة ترشيد الدعم للمستحقين بتاعنه الحقيقيين، حزمة منع التهريب للمواد التموينية للقمح، حزمة منع تهريب الوقود، دي كلها حزم اقتصادية تشجيع الصادر. نحن بنتكلم عن انه في 39 باخرة بتاعت مواشي بترجع من السعودية، بالتالي لازم يكون في حزم بتاعت إجراءات اقتصادية معنيين بها الفنيين في قطاع البيطرة وفي قطاع الجمارك وفي التحريف وفي الاقتصاد عموما. طيب، يعني الحديث حول التأخير يعني يقودنا لسؤال مهم جدا، متى يجب أن تتخذ الحكومة مثل هكذا القرارات؟ يعني تغيير العملة كان يجب بعد تغيير النظام وإقرار الوثيقة الدستورية الشروع فورا في هذا الأمر، لكن برضو خلينا نقول الحكومة حتى لو عايزة تعمل المسألة دي هي أغرب لإنقلاب عسكري. مسألة تغيير العملة ما بيثار حولها الجدل ويتم عنها الحديث بصورة كثيرة، لا، يجب أنه تكون النقود الجديدة، العملة الجديدة مطبوعة جاهزة في خزن البنك المركزي وفي خزن البنوك المختلفة على مختلف ولايات السودان، وحتى المناطق اللي ما فيها بنوك وفيها توكيلات تكون وصلت النقود الجديدة في سرية تامة، ثم يتم الإعلان. حديث المهندس عادل خلف الله من حزب البعث في اللجنة الاقتصادية، حديث بفتكر انه ما يفترض انه يتم بالصوره دي. الحكومه نعم، في الحكومه عندها ناطق رسمي، ومساله الحاضنه السياسيه واحزابها وكذا يجب انه لا يتدخلوا في العمل التنفيذي، ده عمل تنفيذي هم عليهم انه يشيروا ويقدموا مقترحات يتوافقوا حول الاشياء، لكن يتم إعلانه وفق الإجراءات المتبعة من قبل الحكومة ومن قبل الناطق الرسمي بعد الترتيبات الكاملة. لكن تصريح زي ده بيخلي الفوضى ضاربة بطنها. ممكن شنو سبب التصريح ده من الفوضى يعني بحسب ما ذكرت؟ أولا الحكومة هل تملك تكلفة طباعة عملة جديدة نمرة واحد نمرة اثنين؟ بيؤدي لأنه الاقتصاد يحدث فيه تشوهات أكثر مما هي حادثة الآن. مثال انه يقوم الذين وصفهم في التقرير بانهم يكتنزون الاموال من كده بشراء عديد من الاراضي الزراعيه، بالتالي يرتفع سعر الارض الزراعيه، بتتم في عمليه الانتاج اشكاليه برفع سعر الارض، فبكون هم حولوا اموالهم لاراضي مضاربة، الأراضي تتحول إلى سلعة، ودي واحدة من المشكلات الكبيرة جدا جدا في سلسلة الإنتاج. طيب، يعني تأثير هذا تغيير العملة على الاقتصاد عامة؟ زي ما أتلفت إنه هو ليس إلا إجراء واحد من عدد من الإجراءات، ما نخلي يعني الحديث عن عالم وردي بعد تغيير العملة حديث غير صحيح. وخلينا نقول إنه تغيير العملة نفسه ما بيحصر الكتلة النقدية اللي بتكلم عنها التقرير بتاع 90%، وأنا ما عارف تقريره جابه من وين. 90% من النقود خارج القطاع المصرفي، بتخلي الواحد في الأول مصدر التقرير عشان نعرف 90%. نمرة اثنين، لما تغير عملة هل حتكون داخل الجهاز المصرفي ولا حتكون خارج الجهاز المصرفي؟
ده سؤال ما تجاوب عليه. أنا بفتكر واحدة من الحلول التحول الإلكتروني في عمليات النقود، ده مسألة مهمة جدا يجب أن يولوها الاهتمام. العالم كله حولنا بيتعامل عبر البطاقات المصرفية، وخصوصا أنه الأيام دي في موافقات لفيزا كارت وماستر كارت وعدد غير البطاقات المصرفية العادية، هي يكون التعامل لها أكثر حتى في الجهات الحكومية اللي بتتطلب سداد رسوم، إنه تكون كلها إلكترونية وليس بشيكات أو نقدا. طيب يعني هل لدى الحكومة ميزانية لتغيير العملة؟ مؤكد إنه الحكومة حتى لو ليس لديها ميزانية، بعلاقاتها المميزة مع بعض دول العالم تستطيع ترتيب هذا الأمر، لأنه بيأتي في إطار منظومة الإصلاح الاقتصادي اللي تحدث عنه مؤتمر أصدقاء السودان، ويتكلموا فيه عن دعم مجتمعي يوصل للمحتاجين وسياج اجتماعي وكذا. فهي نفس الدول الصديقة والشقيقة اللي اجتمعت في 3-4 مرات في أصدقاء السودان وشركاء السودان بتبدي موافقتها على شراكة في هذا الأمر.